فعلا قسم ذوي الحاجات الخاصة كل تلميذ يتميز بموهبة معينة، أنا أسميها موهبة لأن فعلا لديه خصوصية ينبغي تشجيع تلك الخصوصية. مثلا تلميذ لديه موهبة الرسم، تلميذ لديه موهبة مثلا الجري، الرياضة، تلميذ لديه موهبة الموسيقى، يعني مواهب مختلفة، ونحن نشجع تلك المواهب حتى إذا كان هناك تعثر دراسي ربما ينجح في شيء آخر من غير الدراسة. الحمد لله في منطقتنا هناك وعي من ناحية الأسر بضرورة دمج تلاميذ، بضرورة تفتحهم على القسم وتفتحهم على المجتمع المدني. هناك مجهودات جبارة، ومن هذا المنبر أحيي بقوة الأسر، لأنني مثلا ألتقي بها بشكل يومي، التلاميذ كيجيبوهم الأسر التلاميذ كيجيبوهم الوالدين ديالهم وكيردهم، يعني تقريبا نجتمع معهم بشكل يومي، شنو مثلا المشاكل اللي عند التلاميذ وهل هناك تقدم كذا. كاين وعي من طرف الآباء، وعي من طرف الأمهات بضرورة مثلا إنجاح تلاميذهم والعمل على تمييزهم ودمجهم. بطبيعة الحال هذا هو الهدف هذا القسم، ودمجهم في الأقسام العادية. من أكبر المشاكل التي أواجهها بشكل تقريبا يومي في هذا القسم كونه لدينا إعاقات مختلفة، يعني ليس مثلا قسم دمج منسجم، أو لدينا مثلا إعاقة ذهنية واحدة، أو مثلا التلاميذ يشتركون في إعاقة توحد، لا، هناك إعاقات مختلفة، وبالتالي هذا يتطلب مجهود أكبر، ويعني طريقة تدريسهم تكون بطريقة فارقية وتحترم خصوصيات كل تلميذ على حدة. الأسر والآباء والأمهات لديهم حاليا كامل الوعي بخصوصيات أولادهم. نحن الآن في زمن لم يعد الأسرة لم تعد تتستر على حالة ابنها، لأن مثلا وجدت متنفس وهو قسم ذوي الحاجات التابع لوزارة التربية الوطنية، بقسم بمعايير ممتازة بشروط معينة وبأطر وكفاءات متخصصة في مختلف الإعاقات. هذا القادس قلتي بغيتي تغني لنا شي حاجة ياك؟ آه. شنو غادي تغني؟ حسنا وليلى حسنا يا زالتي، حسنا وليلى ليلى كذبتي عليا، بنتك حمقى حمقى سالت يا ناري. على البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للخير ذا. برافو عليك، برافو.